صباح الخير واخير خوشنا تصيدو كي صبحتو كلشي بخير. دبتي عندنا 8:30 دابا من الساعة دابا 8:38 والله العظيم الفار اللي كيرجع واحد الصديق ديالي شحال ما هضرت معاه طنجة عايش في لندن كريمو عبد الكريم هاد الايام كنت طالع واحد محمد ديالي عمل واحد الشغل ممكن هذا على ديك الشغل هذاك بس عنده علاقة مع القناة اخرى قلت له انا ماشي شغل خصك تعمل لايف نجيب الوقت فهمتيني ساعة ديال الطريق كتفهم بوحديتك تعيات تسمع موسيقى تعيات فهمتيني كيف كتكون كتهضر انا كيدوز انا كنهضر على راسي كيعجبني نهضر كيدوز الوقت كيطير عملت لايف وخا باش لمسي ايوا طلع معايا ماشي طلع معايا زعما كيبان المهم بدينا كنتشاطيو شي حاجة انا كنهضر هو كيكتب واخا ما كنتش كنقرا مزيان بقى معايا بحال ما كتشوف هي خاصها تسمع سمنصة اسم اللغة كنهضر بيها راه ما عندي لا شي اللي خصها المهم وقفة في الطريق اللي دايس فيها انا خصها تبعد تبقى شي في الطريق انا خصني من بعد نخرج على الطريق ونمشي كيما فات 12 الصباح بكري هاد النهار نورمال الهولنديين مطورين يخرجوا خرجوا من الطريق باش يدوز حتى ديال الطريق شوف هاي كتبان الكرسي لا هي وقفة في الطريق انا خصني من بعد ما ماشي مشكل ما فات 12 عاد نرجع من النحاس المهم المهم قبل ما نكمل نتمنى ما يكونش شي الفزاك هنايا رافعين هاد اليومين خرجت مع شي اصدقاء ديالي خرجنا نتغيدو عشرة 27 المهم نحاول نوصلوها اليوم انا واذا شفت 9 راه نرجع للهينون ديالي بحال ما يمكنش شحال ما تريدنا وتقلنا وداكشي خصني نعمل كنعمل في كيلومتر واحد غير المشي عملت 9 وشي حاجه المهم كيتبان 9 كنكون زعما السرعه كانت مزيانه الله شي ماشي مزيان انا والله ما ماشي مزيان سي دوخت سي واحد وخدني ديك المره فين دوز انا مراه فاينه في اخر الطريق يا اخي هادي عامله دوخت نمشي نبيع لك كلام الطريق يخلي يدوز شي مشكل فكر دابا المهم نكملوا مسائل ديالنا خرج ديك الاول بدينا كنهضروا على شحال ما هضرنا مع بعضنا صاحبي عايش في لندن كنا كنلعبوا الكره مع بعضنا في طنجه ايام ديال الطفوله وتكبرنا شي حاجه فهمتيني يعني من الصغر من 11 عام 12 عام 13 عام 14 عام 15 عام كنت زعما فين انا دابا شنو مسميه الربيع كبير بزاف والطريق ما كتبانش مع دابا الشطاح عندنا بزاف الناس ما كيدوزوش يتمشاو كيف الناس بداو يتمشاو كيبان الطريق سينا ود ما فاينا دونك دبتي واخا ما كيبان لي والو بلاتي بلاتي بحال كتبان لي شي طريق بقاو معايا هي هادي كتبان لي واحد الطريق سيها في الطريق سيها ما بيناش مزيان سيها كتبان شي حاجه هي الطريق على الله يا ربي تكون لبست شي حاجه البارح كان عندنا 27 درجه الحراره ما نعرف ما عرفتش كيفيه تشوف شي حاجه ما تفزقوناش تقاشر والسلام جاب شي تفزق تقاشر بدينا كنهضروا بام 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 واش بدنا طبعا بدنا نهضروا على الصحه ولا شي وشنو قال لي قال لي شمس الدين كان كيعجبوني ديك الافلام ديالك ديال شحال هادي كنتي كتمشى قال لي راه مهمه صاحبي يعني الرياضه فهمتيني الرياضه مزيانه واحد الواحد كبير انا كتعرف الامراض خاصه حنا المغاربه كيعجبنا الحاجه حلوه وداك الشيء راه الخطر ديال السكر والمسائل ايوا ودا ما بكيتش كي تحرق فينا داك الشيء باش يبقى لك في الجسم ديالك مع هو عنده شي معرفه في هذا الشيء بدا كيشرح لي بزاف الحاجات الله العظيم قلت صاحبي عندي الشغل دابا في الدار شي شغل خصهم يتسالاو شنو كنت كنقول دائما لا الشغل عاد كيف نسالي الشغل ديالي كامل عاد نبقى نخرج ونتريد اما مشكله حد الدنيا مقيسه شي حاجه تشوفوا لا ما لا باس بها هنايا ديك النهار كانت هنايا بديت كتهزك لي التقاشه ورجعت بحالي كنت مع ديك الاصدقاء ديالي وما نعرف على الله يا ربي على الله على الله على الله على الله على الله على الله يا ربي مغايس الدنيا فين هادشي كتبان لكم بحال ماشي مشكل شوفوا كيف تمشي كتبان بحال اللي لا باس بها المهم قال لك طريقه واحده باش تتاكدوا هو نمشيو تما
ما كاينش يرجعوا، كنكونوا ضربنا شي كيلومترات زايدين شي مشكل. لا باس بها، لا باس. غير صل حق بس كتيبس. البارح راه كانت عرفتي شحال 27 اصاحبي، 27 اصاحبي راه البحيره كت. المهم الفال ديالو نعرف شو كمان عبد الكريم، قلت والله العظيم صافي يا اخي الرياضه ماشي خارج لها الوقت ديالها وصافي. اي والله نوض الصباح بكري، خرج جبت الطوموبيل مشيت عملت واحد الشغل، عندنا واحد الحانوت كيحل بكري، جبت المسائل ديالي نسقسي هاد الناس هادو. لا نسقسي ماشي لابسة بولاي ناس هي صاحبي في اخر موغا لابسة بولاي ناس خرجوا هما الجبهة ديالهم تيو كيبان لكم الجبهة، خرجوا الجبهة ديالهم في الصباح ومنا كيتمشاو على الشمس صاحبي كتبان الشمس جاو مداخل. اول ما بزوز كاميسيتا من تحت دابا لابس غير التيشيرت من فوقي بقى كيجي قدي حتى شي حاجة، هادي هاد الكحلة هادي واحد الكحلة اخرى كبدات كتجي قدي موغا دابا كتشوف فيا كتحب العكاز عندي اي الجراح كيسحب لهم عندي العكاز. انا تلف واحد الغياصة شوف 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 معايا ماشي نزعم ماشي نزعم انا تلف كيفاش ماشي ندوز انا شوف 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 الماء لا صاحبي نفتحوا الباب شوف معايا من فين ندوز ها نمشي ندوز عندك ميدو شوف نعم هذيك كلاين كانت تخدي لك قلت لهم ديك المرة قلت لهم العايز تيتو ماش ماش الدوشي الله ما نعرف ما عارف شي نمشي نعمل لا والو انا مش تفزف فيها Ik denk dat deze de moeilijkste stuk is. Ja. Ja, maar hoe? Nee, dat kan ik ook niet doen met jouw nieuwe schoenen. Nou, waarom is hij nog zacht? Ja, ja. Zet ik hem maar even uit. Katlo. En ik zit een beetje zo zachtelijk. Nou, maar aan de keer is het dus. Heet u dat stam zien? Ja, precies. Ja, dat is het. Via geef, la hawla wa la quwwata illa billahi. Ja, dan beginnen we gewoon in de graba. Via geef. Via geef, maar ik zeg het. Via geef, zie je van nou. Je hoeft geen vlees te voor een dikke plantje. Ik heb een beetje wat terug. Dus ik ben benieuwd. Ik schaaf eens nog terug. Ik schaaf eens niet meer. Ik ga terug met auto. Kijk nou, wat terug. Ja, belletje, belletje. Kijk nou, wat terug. Ja, ga. Zij hier kan het gewoon misschien voor ons dikke gaba. En het gaat. Het gaat terug met terug. Het gaat ما نعرف ما عرفش انا داخل كيفاش عامله. المهم ما خاص حنا كنتغيرو ياك ما خاص من والو نمشيو نشوفو باش نعرف ما باغي خرا جيت ما باغي خرا عاونت تغيرت نعرف كندخل ما ندخلش في اخر جي ما عندي غير نتمشى شي حاجه هو رياضه صاحبي والله العظيم رياضه صاحبي منين كنكبر في السن صاحبي الامر هذا صاحبي واذا ما تغيرتيش علاش النص الكبير النص الكبير ولا ما قلتش انا 100% ديال المغاربه اللي عايشين انا كنهضر على هولندا اللي كنعرفهم كاملين بيهم خرج لهم الطبيب يتمشاو كاملين بيهم ماطين بالسكر او لا خاطر بالسكر المهم كاملين بيهم خصهم يتمشاو هنايا كتكون ماشي كتشوف دائما راجل جاي الاول هو ومراتو ماشي با 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 بزمنهم الا بغيتي تطول في حاجه هذا مكسب لك ربي أولاتي هناك تعملها بيدك هذه ما قال لك شي لا المكتب ولا شي حاجه هو كتشرب اخي السكر كتشرب السكر اتاي ماشي اتاي بالسكر كيفاش ما تمرضتي وما كتصيتي الله يا خاي وهنايا في هولندا صاحبي اللحم يوميا صاحبي يوميا اللحم كنهضر لك على الجداد ولا شي حاجه اللحم صاحبي اللحم صاحبي قبيح تاكلو يوميا عندهم عادي هنايا مغرضه
لا والو لا والو، بقى نخرج نصيدو ونخرجو الوقت ديالها صافي اخي. حنا هادي مش شوفوها، شوف ماشي غير كرياضة، هاي ديك الباب كتبان الطريق معوطة شي نشوفو شي واحد شي حاجة عاونا رجعو. ها هي هادي شويش، بقا معايا ستر، بقا معايا عندك نعوروها. هادي شويش ماشي خرجو للوقت ديالها. انا ما كنشوفهاش غير رياضة وتتخوي العقل ديالك. هيدا كيعجبني فلوقي كهواية، انا كنهضر معاكم تمشى وتكلم فهمتيني، الدنيا فاس كاع هنايا كنحس وما نعرف. المهم حنا ماشيين نشوفو شنو كاين. الشهر 6 ان شاء الله صافي كتبقى تنقص الشتا هنايا، الشمس بزاف با صاحبي، كتدخل ديك الغابة كتبقى ماشي فيها بام بام كنضرب واحد شنو هاد الغية صحيح ولا هي غية صحيح يا صاحبي ما نعرف والله. انا هاكا كنغامر بالسلام، غامر ما خصنيش يتقاشا بيتفزقولي، ماشي حيت تقاشا لا عجبنيش رجلي مفازقين وانا ماشي بالصباط تقاشا ماشي تصبنو ماشي تصبنو اليوم ان شاء الله. يا ربي ها حنا دوزنا واحد، المهم احنا ماشي على الطبيعه صاحبي تسمع الطيور الشجر هنايا. شوف 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 بقالي في الدار فينا كتخدم، المهم الخدمه ديالك كتسالى ولكن اخاي الصحه رقم واحد، العقل كيخوى كتفلوقي كتعمل الهوايه ديالك وثلاثه حاجات اصاحبي الله يا اخي، وعاد من بعد كتحس براسك مضخم كترجع عاد ودا. انا كنهضر على راسي كما ما كنكونش كنتريض ديك الايام ما كنحديش راسي في الماكله. الدنيا هانيه، شريت الفريت اعمل فريت، الشوكولات ميلكا لذيذ اخي ديال الكراميل كنعمل له بام، شي دانونا الدنيا هانيه كامل السكر 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 الخبز. اليوم في الصباح شهيت جب بيطات والخبز، بزاف الناس كيجيو هادشي غريب يا اخي. اذا قريتي شي حاجه على الصحه عرف بان ديك عاش المغاربه النص الكبير عبد الكبش كبش كبير كبش كبيره كانت على الناس من سن 40 فوق 30 فوق داكشي كلشي المغاربه بالكبش الا شي واحد رياضي عنده السكس باك ولا شي حاجه. هذاك بنادم عادي الاب كيمشي للخدمه ويجي كامل بالكبش كاملين بالكبش. هذاك الخبز صاحبي المشكله هو التقاليد ديالنا حنايا، اي حاجه كناكلوها بالخبز، والخبز صاحبي هذاك هو اقبح حاجه اللي تقدر تدخلها للجسم ديالك من اقبح الحاجات. بغيتي الكبش كل خبز، بغيتي سغرات كل خبز تخافش. المهم صافي شوف هنايا بحال ماشي سرق الطريق، ها هي هاد الطريق هادي كتخرجني من ديك الطريق ديال ديك اللي جبنا غياصه فيها كتبقى دايز 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 وكتخرج من هنايا. نمشيو نشوفو ما عارفينش، نمشيو نشوفو ما نعرف تكون في الجهه ديال الليل ما كاينش غياصه ما نعرف ما نعرف. تسمى الشجر بزاف يعني الشمس تقدر ما كتضربش بزاف ديك الطريق ما نعرف. المهم ساليو حنايا الفلوق ديالنا هنايا، كنحس راسي مداخم قسما بالله واسفه في السرعه حيت كتكون ماشي في الطريق عاديه كتكون ماشي بواحد السرعه بس تحرق مزيان حق ما عندنا ما نعملو. حنايا كنتمتعو شحال ما جينا لهنايا حنا كنتمتعو حتى هذا عاود صافي يلاه ان شاء الله ما جينا لي فلوق ديال تمشاو كنهضرو داك الشيء شجعوك وما وديك صاحبي قال لي والله كنت كتشجعني نخرج نتريد وانا ما كنتش عارف هادشي اللي كنعمل انا راسي فهمتي كنخرج نتريد مزيانه واحد تموتيفي الناس تريدك عندك واحد الهدف في القناه ديالك على الاقل كتموتيفي الناس. والمهم راح نمشي نشوفو ندوزو مع الطريقه هادي ما نعرف. المهم حنا في الاخر اللي ما جي وتعرفو شنو شي وقع حكا غياسه كان ماشي غياسه. يلا واذا عجبكم الفيديو هذا عملنا واحد لايك، اول مره كتفرج فيا وكيعجبك وكيعجبك الفيديو بحال هيدا شارك معنا مع احبابك معنا نكبروا العائله وان شاء الله حتى الفيديو اللي ما يجي سمعت الطيور سمعت. يلا السلام عليكم.